السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الويب سايت تيستنج، ايه هو الويب سايت تيستنج؟ هو انك بتعمل مراجعة على مواقع على الانترنت، سواء عن طريق جهة الفريلانس بشكل ما على اي موقع، او عن طريق جهة الويب سايت تيستنج بنفسه، اللي هو الفكرة انك تخش على مواقع انت بتشتغل فيها شغل ثابت. انت فاهم يعني ايه يكون عندك على الانترنت شغل ثابت، بارت تايم جوب بس ثابت، انت كل يوم بتعمل مراجعة لويب سايت بتاخد فيه شهريا مثلا $500 $1000. طبعا فكرة انك تشتغل قطعي بقى في اي موقع من المواقع دي وتقوم شغال، وانا هعمل مراجعه للموقع ده النهارده، وهعمل مراجعه للموقع ده برده النهارده، وهعمل مراجعه لثلاث مواقع بكره. الموضوع مش هيبقى بنفس الكفاءه، ولكن هتكسب فلوس اكتر بكتير عن انك تشتغل بمرتب ثابت. ولكن طبعا المرتب ثابت بيبقى احسن بمراحل، لان انت ضامن انت كل شهر ليك مرتب ثابت، ولكن انت لو ما اشتغلتش النهارده مش هتلاقي فلوس. طيب مصطفى، انت عمال داخل فينا شمال بقى، ويب سايت تيستنج وحاجه بتجيب فلوس حلوه ومش عارف ايه، وفي دخل ثابت ومن الانترنت وانت قاعد في البيت، الموضوع ايه اللي حصل؟ طب ايه هو الويب سايت تيستنج اصلا؟ الويب سايت تيستنج ده هو انك بتعمل مراجعه لمواقع. عباره عن ايه؟ عباره عن انك بتخش على موقع الكتروني مثلا، الراجل يطلب منك او حد شركه تطلب منك مثلا انك تعمل مراجعه للموقع ده، هتخش تبص على الموقع، تبص على الحاجات اللي هقول لك عليها النهارده وبس. الموضوع بسيط جدا. ولكن هل الموضوع بالسهوله اللي انا قلتها دي؟ هل الموضوع بالسهوله اللي موجود على الويب العربي كله؟ اتكلم عن الويب سايت تيستنج كتير قوي، اتكلم عنه فعلا واتكلم عنه ببساطه قوي، ان الويب سايت تيستنج هو بسيط ولكن مش سهل يا جماعه، مش للدرجه دي. انت محتاج تعمل حاجات كتير. الموقع الواحد ممكن ياخد منك يوم يومين 3 ايام، ممكن مواقع تاخد منك اسبوع، مواقع عملاقه تاخد منك اسبوع فيها 5000 مقاله 10000 مقاله. الموضوع فعلا طويل ومش سهل للدرجه دي، ولكن مستحيل تتعلمه. يعني اصعب من السي بي اي؟ لا مش اصعب، الموضوع بسيط وممكن تتعلمه في فترة مش طويلة، وتبدأ فعلا تشتغل بمرتب ثابت شهريا من الانترنت عن طريق الويب سايت تيستنج. كفاية كلام كتير بقى، يلا نخش في الموضوع. اول حاجة خلينا نعرف الحاجات اللي انت المفروض تعملها لما تيجي تعمل ويب سايت تيستنج، لما تيجي انك تختار الموقع اللي هتعمل له تيست، وتختار وتبدأ انك تعمل تيست الموقع. ازاي تعمل التيست ده بشكل صحيح 100% بحيث انك تاخد فلوسك كاملة مفيش اي مشكلة فيها. خلينا كده نبدأ مع بعض، وهقول لك في اخر الفيديو ده شوية مواقع حلوة، وهقول لك برده اللي انت محتاج تتعلمه عشان تبقى ويب سايت تيستر. اول حاجه وانت داخل بقى المواقع كده هتعمل بقى مراجعه، اول حاجه لازم تاخد بالك منها واول حاجه هتعملها في المراجعه هي مراجعه الروابط. يعني ايه؟ يعني انت الراجل ما بتخش على موقع بيديك المقالات قدامك اهي، اتفضل، بيديك مثلا الماب بتاع الموقع او حاجه، المهم بيبقى قدامك المقالات كلها، بتبدا تفتح على حسب بقى عدد المقالات. ممكن موقع يبقى فيه 500 مقاله، ممكن موقع يبقى فيه 1000 مقاله، ممكن موقع يبقى فيه 5000 مقاله، ممكن موقع فيه يبقى 100 مقاله، بس انت وحظك وانت والفلوس اللي هتتعرض عليك. طبعا كل ما الموقع بقى اصعب كل ما بتاخد فلوس اكتر، ولكن كل واحد وصبره بقى، انت فاهم. فاول حاجه بتراجع كل رابط الموقع. يعني ايه؟ يعني كل مقاله في الموقع بتخش عليها تشوف الروابط، في رابط تحميل كذا، الرابط ده شغال تمام، الموقع اللي بقى الرابط اللي بعده، الرابط المقاله دي الرابط ده شغال تمام، الرابط ده لا مش شغال، فنكتب ان الرابط ده مش شغال، يبقى كده ده التقرير بتاعك. بدا باول حاجه هي مراجعه كل رابط الموقع، دي اول حاجه لازم تعملها في كل المواقع اللي انت هتعملها تيست. ثاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا واساسيه جدا، تنسيق الموقع. لازم تتاكد ان التنسيق بتاع المواضيع تمام، مفيش اي مشكله فيه. لازم تتاكد ان كل حاجه مظبوطه في الموضوع، الموضوع كلماته مظبوط، عدد الكلمات مظبوط، مقبول لجوجل، مقبول للسياسات، التنسيق تمام، الاعلانات مكانها كويس. حتى الاعلانات دي او مش ضروريه قوي لانك مش شغلتك، ولكن شغله حد تاني وانا بتكلم عليها بعدين، ولكن برضو اتاكد ان مكانها على الاقل محترم، مكانها كويس، ما بيعملش اي مشكله للزائر، فبالتالي مش مخالفه لسياسات جوجل. ثالث حاجه، حاجه بسيطه جدا اي حد ممكن يعملها، مش محتاج انك تتعلم فيها حاجات كتير، انك بس اختبار الكوكيز. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الموقع ده موقع انت بتخش تسجل فيه ريجستر عادي، يوزر نيم باسورد، وبتدخل لوجن عادي مفيش اي مشكله، انك تعمل ديليت للكوكيز كلها، بتمسح كل الكوكيز من الاول للاخر، وبعد كده بتخش على الموقع، لقيت الموقع مسجل الايميل والباسورد بتوعك برده، يبقى كده في مشكله عندهم في تسجيل الدخول وفي الكوكيز والكلام ده. لكن لو ما دخلش ولقيت ان كل حاجه فعلا اتمسحت زي ما انت مسحت، ففعلا الموضوع ده شغال تمام. فانت لازم تتاكد الموضوع ده برده، ودي حاجه اساسيه بسيطه جدا ولكنها اساسيه في اي مراجعه لاي موقع. رابع حاجه وحاجه مهمه جدا طبعا، هي مراجعه ال HTML وال CSS. مش بقول لك راجع تكويد الموقع من الاول لاخر، طبعا يفضل، ولكن انت بتراجع الحاجات المهمه بس. انت لما تدرس ان شاء الله HTML وتفهم فيها، هتفهم مراجعه ال HTML بيتم ازاي. انا مش هقدر اشرحها لك لان انا طبعا مش بيرفكت في ال HTML، ولكن مش هقدر اشرحها لك 100%، ولكن انت لما
هتتعلمها هتفهم الموضوع ده، وهتفهم ازاي بتراجع الموقع بال HTML، بتراجع التكويت كله ازاي، بتراجع التكويت المهم ازاي والمهم فين، بتفهم الموضوع ده. ولكن حاجه مهمه جدا انك لازم تراجع ال HTML وال CSS. رقم 5 هو اختبار توافق الموقع. يعني انت بتخش على الموقع، بتخش عليه من الموبايل، من اندرويد، من ايفون، بتخش على الموقع ده من لابتوب، من ماك، بتخش على الموقع ده من ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، من كل الويندوزات اللي في الدنيا، بتخش عليه من اي حاجه من كل الحاجات الموجوده في العالم يعني، بتشوف هل الموقع ده شغال ولا لا، بتخش عليه من كل المتصفحات اللي في الدنيا، سفاري، كل حاجه في الدنيا، اي متصفح انت تشوفه وتخش عليه وتشوف الموقع هل شغال بشكل تمام، مفيش اي مشكله فيه ولا لا، بتخش عليه من كل حاجه في الدنيا. ده اسمه اختبار توافق الموقع، برده بسيط جدا، عشان كده انا بقول لك الموضوع مش صعب قوي، في اختبارات صعبه وفي اختبارات بسيطه جدا. رقم 6 وهي اخر حاجه من الحاجات الاساسيه اللي انت بتراجعها في كل المواقع، هي اختبار الجمهور. يعني ايه؟ يعني انت بتبعت لهم زيارات كتير جدا، والزيارات دي بتشوف هل الموقع هيستحمل الرقم ده ولا لا. مثلا بتشتري من موقع زي موقع زوار مثلا بتشتري منه 1,000,000 زياره، مش لازم تجيب اغلى زيارات طبعا، جيب ارخص حاجه مش مهم، فبتشتري الزيارات دي وتبعتهم ليه مقاله في الموقع. قبل الخطوه دي لازم تنبه صاحب الموقع قبل، وانت بتعمل المراجعه لازم يشيل كل اعلانات جوجل او اي اعلانات لاي شركه، لان طبعا او الشركات معظمها ما بتقبلش الترافيك، فلو بعت له زوار تعمل له مشاكل، ف يا ريت تخليه يشيل الاعلانات يعني قبل ما تعمل المراجعه بتاعتك. ولكن وانت بتعمل الويب سايت تيستينج، وانت بتعمل فكره الزوار وانك تبعت له زوار، لازم 100% يكون شايل الاعلانات. فبتبدا انت تبعت له مثلا 1,000,000 زياره، 10,000,000 زياره، على حسب الاسعار بقى، شوف انت ممكن تبعت له كام، وتشوف هل الموقع ثابت تمام مفيش اي مشكله ولا لا. في كمان 3 حاجات لازم تراجعهم في نوع معين من المواقع، مثلا زي المواقع الربحيه لازم تراجع حاجه اسمها سير العمل، ده اسمه اكسترا، انت ممكن تاخد عليه فلوس اضافيه، يعني مش كل المواقع فيها الموضوع ده. فانت لو موقع ربح مثلا ممكن تراجع حاجه اسمها سير العمل، لو شركه لحاجه معينه ممكن تراجع فيها حاجه اسمها سير العمل. الحاجه دي هي انك بتراجع تشوف الشغل ماشي ازاي، هل الشغل مظبوط ولا لا، هل الموضوع ده شغال ولا لا. مش كل الناس بتشتغل في الموضوع ده، مش كل الناس تفهم فيه، ولكن دي حاجه لو فهمت فيها بتاخد فيها فلوس اضافيه وارقام كويسه جدا، وده بيساعد طبعا لو انت بتفهم في حاجات كتير، زي مثلا الحاجه اللي هنقولها بعد دي، لو بتفهم في كل الحاجات دي فانت ده بيخليك اكتر تتثبت في الوظيفه، وبيخلي الناس تختارك اكتر، وبيخلي الناس تعمل لك تقييمات اعلى. رقم 6 مراجعه الداتابيز. مش كل المواقع هتديك القدره الاكسس ان انت تخش على الداتابيز بتاعتها، تخش على المواضيع كلها من جوه ومش عارف ايه، مش كل المواقع هتديك القدره دي، ولكن انت هتاخد القدره دي لما يكون في تقييمات عليك، تكون انت كويس جدا في الموضوع ده، تبدا تشتغل، تبدا تاخد فلوس اكبر، تبدا تتثبت في الوظيفه دي، تكون بارت تايم جوب كل يوم او حتى ممكن تكون فول تايم، فانك دايما هتتثبت بقى في الوظيفه، فانت ممكن تخش في حته الداتابيز، ان المواقع هتديك بقى الموقع بشكل كامل، كل ليك كل الاصلاحات فيه، وتخش بقى انك تبدا تراجع الموقع واحده واحده. هتراجع حاجه اسمها الداتابيز، دي طبعا مهمه جدا، وهي انك بتخش تشوف الايميلات موجوده ولا لا، ايه مشكله في كذا، في ايميلات بتتمسح، في تعمل بان مش عارف مين، تعمل حاجات كده في الداتابيز دي، لازم تراجعها 100%. اخر حاجه بقى معانا برده، دي حاجه مش مطلوبه منك قوي، ولكن لو بتعرف تعملها هتاخد عليها فلوس زياده، هي الامان. لو بتفهم بقى في حاجات الامان بقى، هاكر محترف مش عارف ايه، الحاجات دي هتفيدك جدا 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 في موضوع الويب سايت تيستينج، انك تعمل مراجعه لثغرات الامان في الموقع، وتشوف هل الموقع ده فيه مشاكل ولا لا، وفي حاجات ممكن يخترق من هنا لا من هنا، وتقول لهم ده ممكن ده في كذا في كذا في كذا، ممكن اصلحها لكم، وهتاخد طبعا فلوس زياده كتير عن الفلوس اللي كنت هتاخدها. ولكن برضو انت ما بحبش يعني، لو ما بتعرفش قول لهم ما بعرفش، تمام، دي حاجه مهمه جدا، مش هتعرف تعمل الامان مش هعرف، مش هتعرف تعمل الداتابيز مش هعرف، مش هتعرف تعمل كذا قول لهم مش هعرف، بلاش فاتي ابص ديك يعني، بلاش فاتي يعني، الموضوع ده مش محتاج فاتي بجد، لو انت بتفهم في كذا قول لهم بفهم في كذا، ما بتفهمش في كذا قول لهم ما بفهمش في كذا، بس مش محتاج منك اكتر من كده. حاسس ان انا طولت قوي، ولكن اخر حاجه لازم نقولها هي فكره انت هتتعلم ايه بقى. خلاص بقت واضحه، تتعلم ازاي الموقع بيمشي ازاي بشكل كامل، تتعلم ازاي تدير الموقع بشكل كامل، اداره المواقع يعني، تتعلم ازاي تنسيق المواقع وكتابه المواضيع، السيو، تتعلم الكلام ده كله، طبعا مش السيو بشكل كامل، ده طبعا ده موال لوحده، ولكن لا تتعلم بس حاجات بسيطه عن كتابه المواضيع، تتعلم ازاي تكتب الموضوع كويس، وتتعلم ازاي تنسيق المواضيع، الرابط تحط ازاي تحط فين مش عارف ايه، شويه الحاجات البسيطه دي هتتعلمها كلها. وبعد كده طبعا هتتعلم ال HTML وال CSS بشكل كامل، اتقانه بشكل كامل، لان دي حاجه اساسيه في اي موقع هتروح تعمل مراجعه للموقع ده. اخر حاجه واخر حاجه لازم تكون عندك انت هي الصبر، انك تصبر على الناس وتصبر على المواقع وتصبر على نفسك، لان الموضوع مش بسيط خالص. لا، في موقع ممكن ياخد منك 10 ساعات، في موقع ممكن ياخد منك يومين ثلاثه، موقع ياخد منك 5 ساعات عادي، ممكن ياخد منك ساعه، انت فاهم؟ فالموضوع مش
مش كده انت فاهم، الموضوع مش سهل ولكن الموضوع برضو مش مستحيل على حد، ومش الناس اللي عايزه تكسب من النت، الناس اللي عايزه تشتغل في حاجه ثابته، حاجه ليها مرتب ثابت على الانترنت، فعادي مش هيبقى صعب بالنسبه لهم الموضوع ده. موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل يعني. طيب هل كده الحلقه خلصت؟ كده الحلقه خلصت، ومش هنقول معلومات اكتر من كده، ولكن هسيب لك بعض المواقع اللي ممكن تشتغل فيها في الويب سايت تيستينج، هتلاقيها في الوصف، فخش على المواقع دي حاول تفهم الموضوع اكتر. هسيب لك مقاله برضو تفهمك حبه حاجات، ولكن في اجزاء تانية ممكن اعملها عن موضوع الويب سايت تيستينج. لو عجبتك الحلقه دي وعجبك المجال ده وحابب نكمل فيه ونشرح اكتر عنه، اعمل لايك للفيديو، قول لي في الكومنتات تحت لو انت عايز حاجات اكتر عن المجال ده. ده ضروري جدا 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 انك تقول لي في الكومنتات تحت وتعمل لايك للفيديو عشان ابقى فاهم بس ان المجال ده عجبك، انت عايز حلقات تانية، عايز تفهم اكتر. في شويه تولز هتساعدك تعمل الحاجات اللي انا قلتها دي كلها، في شويه حاجات هتتعلمها، شويه حاجات زياده مش عارف ايه، هعلمك كل حاجه لو حابب انك تدخل في المجال ده وحبيت فعلا الشرح ده. فيا ريت لو كان عجبك اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه طبعا طبعا لازم تشترك يعني عشان يوصلك الحلقات دي اول ما تنزل، وطبعا انك تشترك بقى عشان حبيتني صح؟ اشتركوا في القناة وبس كده. شكرا جدا لك على مشاهدة الفيديو للآخر، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.